هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل اشطوطه تركي. هم خدوها مننا على فكره، الاشطوطه المصري راحت تركيا، غيروا فيها شويه حاجات بسيطه قوي وعملوها. هنعملها النهارده على طريقتهم ونشوف هي بتتعمل ازاي. مقاديرنا ايه؟ رز بلبن، كيكه شرايح او كيكه رفيعه حسب ما انت عايزه، هتحطيهم جنب بعض. لو انت هتعملي كيكه مش جاهزه اعمليها على شكل الطبق. نص كوبايه لبن، نص كوبايه لبن مكثف، كريم شانتيه، زبده فستق، فواكه، اي حاجه انت عايزاها، صوص شوكولاته، صوص كراميل اللي موجود، سوداني مجروش اوكي، بندق اللي موجود عندك وعايزه تستعمليه. اول حاجه ادي الرز بلبن بتاعنا اتعمل في الكاس، وعملنا كيكه رفيعه، والكيكه دي على قد الطبق او الكاس، سواء عملناه صغير هتبقى على قده، عملنا كبير على قده. هاجي اللبن بتاعي يكون مسخناه، يكون سخن، وهحط عليه اللبن المكثف وادوبهم مع بعض اهو لغايه انا بسخن اللبن شويه علشان الكيكه تشربه. بس انا هحط الكيكه على الرز بلبن قبل ما اسقيها علشان ما تتقطعش مني. خلاص اهي، بصوا هحطها على الحته المتقشره مش الحته دي عشان تشرب الصوص بسهوله. اوكي اهو، عشان القشره دي ما بتخليهاش تشرب اللبن بسهوله. بسم الله الرحمن الرحيم، ادي الصوص بتاعي بسقيها بيه بالراحه كده عشان تشربه. ممكن نغزغزها بشوكه كمان علشان تشرب اسرع، علشان انا مش هينفع احط عليها الكريم شانتيه وهي مبلوله كده، لازم تتسقى. الحرف مهم عشان تبقى طريه شبه التريليتشي كده شويه. وهي بقى الكيكه هتشرب كل الصوص ده بالراحه كده، واروح مسقيها بيه كده. خلاص هي كده كده هتشربه دلوقتي، يعني 5 دقايق وهتلاقوها الكيكه شربت كل اللبن اللي عليها. هاجي ابقى عامله كريم شانتيه وحاطاه في كيس حلواني، واول حاجه بحطها وردات كريم شانتيه. ممكن تفرديها عليه يعني، بس هو كده احلى. وهاجي هحط كيوي و برقوق اهو، وارجع احط كيوي تاني. هي بتبقى زي الجبل كده شويه، وادي البرقوق و كريم شانتيه عليها، وبعدين باجي بصوص الكراميل او شايفين ازاي شربت الصوص اللبن، وهحط برضو زبدة فستق اللي موجودة عندي يعني. اهي وبعد كده لو عندك بقى اي مكسرات اهي، بس جربوها هتعجبكم جدا جدا.